أكبر يا رب يا أكبر يا رب الله أكبر يا رب يا الله الله أكبر. فرقة 13 لواء المهام الخاصة يقوم باستهداف تجمعات البكيكي في عين دقنة. الله أكبر. هات الثاني هات الثاني قبيل على جبهة عين دقنة. من لهبته لا جاهزين؟ يا رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نار في العرض يلا عبي عبي شايف ممتاز ممتاز يا الله يا الله أربع غارات وطيران الحربة العنقودة على مدرسة على مدارس تفتناز درست تفتناز الله أكبر طيب كله قاعد ياخذ دروس الساعة كل البطاطا سوي كيس بطاطا كيف هذا دخلت الصف هيك ايش ضايع هذا لازم مكان الغارات على بلدة تفتناز بالعنقودة والأهالي يقومون بالتفقد مكان الغارات الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد حركة تحرير حمص تقوم باستهداف مواقع النظام على جبهة تيرما يا الله أكبر ولله الحمد والله ما قطعت اليوم من السحب ما تريد الله الله أكبر دارية الله أكبر دارية 17/2/2016 القصف بالبرمي المتفجرة على المدينة Thank you.
على جبهة مرعناز في ريف حلب الشمالي. ريف حلب الشمالي المحاصر من كل الجهات ومن قبل جميع الأطراف، فمن الجهة الشرقية يحاصره تنظيم داعش، ومن الجهة الغربية تحاصره وحدات حماية الشعب الكردي BYD، أما من الجهة الجنوبية فيحاصره جيش الأسد المدعوم بالميليشيات الطائفية الإيرانية واللبنانية والعراقية. أما الحصار الرابع فهو من السماء، حيث يقوم الطيران الروسي بعشرات الغارات الجوية في كل يوم كتمهيد لتقدم قوات الأسد أو وحدات حماية الشعب الكردي BYD. معنا الآن أخونا أبو يونس، وهو أحد القادة العسكريين في ريف حلب الشمالي. أخونا أبو يونس السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. لو تشرح لي بداية عن أو تعطينا فكرة بسيطة مختصرة عما يجري في ريف حلب الشمالي. ريف حلب الشمالي الوضع فيه معقد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي نحن هون على جبهة مرعناز بريف حلب الشمالي في منطقة عزاز يعني، ونحن هون كنا على جبهة النظام، اضطرينا من خيانة البيكيك وجيش السوار انه نجي لهون، يعني هاي مناطق محررة يعني، وهذا وإن نستغلوا الفرصة. نحن على جبهات النظام استغلوا الفرصة واجونا من الخلف، وهون مرعناز وهي مزرعة القاضي عم يضربوا منا، وهي هون نحن يعني جبهتنا هون. تمام. الجبهات التي ترابطون عليها الآن كثوار سوريين على الأرض هي يعني، لو تعطينا فكرة بسيطة عنها. جبهات هي جبهات ضد أعدائكم شيخي. جبهات هي هون كلها مناطق محررة، يعني هي مرعناز محررة من 3 سنين، حرروها الجيش الحر، منطقة مدينة عزاز حرروها لواء عاصفة الشمال، يعني ما في داعي للحماية الكردية تجي عليها وتاخدها، بس استغلت الفرصة الضعف هون الفينا وجتنا من الخلف مع تمهيد روسي، أكثر من 50 غارة على مدينة مرعناز لحتى جيش السوار والبيكيكي حسنوا ياخدوها، استغلوا الفرصة. نحن كنا على جيش الأسد، كفرنا يا مرابطين على جيش الأسد، وضغط كبير يعني نحن هون، بس الحمد لله رب العالمين نحن هون ثابتين، وعنا أكثر من جبهة، يعني المجموعات بتنقلوا على 3 جبهات، جبهات داعش من الشرق، وجبهات البيكيكي من الغرب، ومن الجنوب جبهات الجيش بشار الأسد يعني. إذن لديكم مقاتلين مرابطين على جبهات داعش تحسباً لأي هجوم محتمل ربما من جهتهم؟ نعم أخي، لدينا يعني جميع الجبهات، يعني هناك مجاهدين ومن الجيش السوري الحر، يعني مجاهدين يعني زادت معنوياتهم أكثر، يعني ما تم نحن هون منطق يعني حصار يعني 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر حصارنا، صار نحن هون يعني معركة، معركة الحسم هون إن شاء الله في بإذن الله. إذن هي معركة مفتوحة من على جميع الجبهات، لكن بالنسبة لوحدة يعني تحرير المحرر لم يعد حكرا على تنظيم داعش، بل هناك أطراف أخرى صارت تسعى لتحرير المحرر، ما هو قولكم؟ قولنا أنه خيانة يعني شيخي، أنه خيانة، هي خيانة عظمى يعني، اللي بتعاون مع الطيران الروسي حزب البيكيكي وجيش السوار، هذا إيش بتقوله؟ هذا نظام يعني، نظام بذاته يعني، اليوم انت عم تتصل بالطيران الروسي وبضرب يعني الطيران الروسي اليوم 3 غارات على عزاز، و50 غارة على مدينة الرفعت الاسطورة الرفعت صمدت، يعني شيء ما يعني ما حدا بتوقعه هيك انه صمدت الحمد لله الرفعت، واضطروا انه ينسحبوا لعزاز بسبب انه الضغوطات من حزب البيكيكي وجيش السوار او من داعش من طرف هذاك او من جيش بشار، يعني ما هذا. تمام، الله يعطيكم العافية أخبينا، حياكم الله.